السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في مطبخ فلفل شطة. النهاردة هنعمل مع بعض خلية النحل بالجبنة والشوكولاتة لأحلى فطار وعشاء، حاجة كده خفيفة. هنبتدي مع بعض. المقادير بتاعتنا: كيلو دقيق، كوباية لبن، ربع كوباية سمنة فكها كده على النار، ربع كوباية مية دافية، معلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة كبيرة، خميرة فورية، معلقة بيكنج بودر، ذرة ملح. وهنعجن العجينة مع بعض. أول حاجة يا حبايبي هنعملها إن احنا هنعمل الخميرة بتاعتنا. هنضيف معلقة سكر كبيرة قلنا، ومعلقة خميرة فورية كبيرة، أو ممكن قطعة خميرة بلدي تكون حجم عين الجمل كده، وعليهم ربع كوباية المية الدافية. وهنضيف لهم ربع كوباية المية الدافية وهندوبهم كويس وهنسيبهم على جنب يخمروا. وكده سيبنا الخميرة بتاعتنا تخمر. هنضيف للدقيق بقى معلقة البيكنج باودر وذرة الملح كده، وهنقلبهم كويس. بعد ما قلبنا البيكنج باودر والملح كويس، هنضيف ربع كوباية السمنة اللي هي السايحة، وهندوبها كويس في الدقيق. وكده قلبنا السمنة كويس بتاعتنا في الدقيق لحد ما الدقيق بتاعنا تشرب السمنة. هنضيف لها بقى الخميرة. كده هنضيف الخميرة بتاعتنا اهي وهنقلب كويس. كده قلبنا الخميرة بتاعتنا، هنضيف كوباية اللبن كلها، ولو احتاجنا بقى تاني للعجينة هنضيف ايه مية دافية. انا كده ضفت كوباية مية دافية كده في البولة بتاعت الخميرة، وهاخد منها شوية شوية لحد ما العجينة بتاعتي تتلم خالص وتكون عجينة ايه مش ناشفة ولا طرية، وهعجنها كويس. وكده يا حبايبي انا ضفت كوباية مية دافية كمان للعجينة، اخدت حوالي كوباية وربع مية دافية. طبعا كل دقيق حسب نوعه. اول ما تلم معاك العجينه كده من الطبق اللي انت بتعجني فيه خلاص بترفعي الميه، ايدك عن الميه. طبعا انا هفضل اعجن فيها كده لمده مثلا 5 دقائق كمان لحد ما العجينه تنعم خالص معايا. كده يا حبايبي احنا عجننا العجينه بتاعتنا مع بعض، اخدت من حوالي من 5 دقائق ل7 دقائق عجن. طبعا وانت بتحطي الميه ما تقلقيش، لان معروف ان كل كيلو دقيق بياخد حوالي 2.5 كوباية سوائل، من 2 لـ2.5 كوباية. فاحنا ضفنا اول كوبايه اول مره كوبايه اللبن كامله، بعد كده هنضيف طبعا كوبايه الميه الثانيه، النص كوبايه اللي هو النص اللي باقي هو ده اللي بتضيفيه بالتدريج، ده حسب الدقيق بتاعك، ساعات بياخد النص ده وساعات ما بياخدهوش. فطبعا انت لازم تجربي ولازم تجمدي قلبك يعني كده وانت بتعملي العجين، وما تخافيش من العجين. لو طريت منك هتضيفي لها شويه دقيق، لو ناشفه هتضيفي لها شويه سوائل ميه او لبن. هندهن وش العجينه كده بتاعتنا بمعلقه زيت وهنغطيها، واحنا مش هنسيبها تخمر. انا يا دوبك هجهز الصينيتين بتوع اللي هعمل فيهم العجينه وهرجع لكم. ورجعت لكم بعد ما جهزت الصينيه بتاعتي، دهنتها بالسمنه والجبنه الكريمي اهي اللي هنحشي بيها، والشوكولاته على فكره النوتيلا دي انا اللي عاملاها في البيت، الشوكولاته القابله للدهن. هوريكم الطريقه بتاعتها في فيديو كمان. وكده احنا ما سبناش العجينه بتاعتنا تخمر، احنا هنشكل على طول، واختصارا يعني للوقت مش هنقطع العجينه الاول وبعد كده نحشيها، لا هنقطع ونحشي في نفس الوقت على طول. كده يا حبايبي هناخد قطعة العجينة اهي كده حجم البيضة كده اهو، او حجم الليمونة الكبيرة اهو، شايفين؟ طبعا دهن ايدي دهنة زيت خفيفة، وهفرد كده هحط فيها حشوة الجبنة. طبعا الحشوة دي على حسب ما انت ايه عايزة، شايفة بوسع ازاي عشان ما تلمس العجينة الحشو، عشان تقفل معاك كويس اهو، وبقفلها كويس كده. لازم تقفليها كويس ما تخليش فيها اي فراغات اهي، وبعد كده بتدوريها كده وتحطي في الصينية بتاعتك. وهنرص في الصينية، طبعا هنرص في الصينية بشكل عادي خالص، مش لازم بالترتيب ولا حاجة، هتحطي عادي خالص عشان تدينا شكل الخلية بتاعت النحل.
هعمل لكم واحدة كمان اهو، شايفين انا بفرد العجينة اهي اهو، وباخد قطعة جبنة في النص. اهم حاجه الاطراف اللي انت هتقفليها ما تلمسي الجبنه عشان تقفل معاك كويس اهو. احنا طبعا هنسيبها تخمر وهي في الصينيه بتاعتها، وهخلص الكميه كلها وارجع لكم. وهنعمل الحشوه اللي هي بالشوكولاته يا حبايبي. ممكن لو انت مش عارفه تعملي على ايدك او تتحكمي على ايدك، عشان الشوكولاته طبعا بتبقى لازم تكون شوكولاته قابله للدهن، يعني تكون مش قطع، لان القطع بتطلع زي ما هي متجمده او بتسيح، بس بتلزق في العجينه ما بتبقاش سايله زي ما انت بنشتري الباتيه كده او خليه النحله من بره بنلاقيها الشوكولاته بتاعتها سايحه. لازم تكون شوكولاته قابله للدهن، النوتيلا يعني. هندهن دهنه خفيفه كده الرخامه بتاعتنا زيت، ونفرد العجينه كده اهو بايدك. وهنضيف الشوكولاته في النص كده اهو، وهنلم العجين عليها بقى كده، شايفين كده اهو اهو كده. شايفين الشكل كده، الشوكولاتة بتاعتنا مش هتطلع من الايه، من العجينة بتاعتها. وهنحطها في الصينية وهنعمل غيرها بقى لحد ما نخلص الكمية كلها، وهرجع لكم. وكده يا حبايبي احنا خلصنا الكمية بتاعتنا، ادي اللي بشوكولاتة ودي اللي بالجبنة الاولانية اللي كنا مغطينها. هنغطي ام شوكولاتة دلوقتي، وهندهن اللي هي ام جبنه، هندهنها بحبه لبن وهنقش عليها سمسم علشان نعرف نفرق بين الاثنين، او يعني نعرف ان دي بالجبنه ودي بالشوكولاته. ام جبنه هندهن عليها ايه؟ السمسم، وهندهن وشها كده باللبن وبنرش عليها السمسم كده. وطبعا يا حبايبي شايفين شكلها، من ما خلصنا الصينيه الثانيه اللي هي الشوكولاته كانت دي ابتدت تخمر. احنا مش هنسيبها كتير، هنسخن الفرن بتاعتنا وهندخلهم الفرن على درجه حراره عاليه لمده تلت ساعه، بتاخد من 20 دقيقه ل 25 دقيقه. وهنغطيها وهنسيبها تخمر كده، الصينيتين هنسيبهم يخمروا كويس يعني حوالي ما فيش ربع ساعة بس كده كفاية، وهندخلهم على الفرن درجة حرارة عالية. وكده بعد ربع ساعة سيبناهم خمروا كويس، شايفين حجمهم الضعف ازاي. هنوديهم على الفرن، قلنا فرن تكون سخنة، هياخدوا لمدة من 20 ل 25 دقيقة، وهرجع لكم نقول لكم هندهن الوش بتاعها ازاي. وفي الفرن كده هما على اول رف، قلنا هنسيبهم حوالي من 20 دقيقة ل 25 دقيقة، واول ما يستووا هوريكم شكلهم. كده يا حبايبي ده شكل خلية النحل بعد ما طلعت من الفرن. اول ما تطلع من الفرن طبعا هكون مجهزة لها اللي هدهنها بيها من على الوش، معلقة سكر بودر كبيرة مع ربع كوباية لبن مع معلقة قشطة اللي هي وش اللبن، ماشي. وبقلبهم كويس اهو كده، وادهن بقى الوش بتاع خلية النحل اول ما تطلع من الفرن. وممكن تدهنيها برضو بعسل نحل، معلقة عسل نحل كده، لو خففتها بسنة مية صغيرة. ممكن تدهنيها كمان بالسيرب بتاع الحلويات، ممكن تدهنيها بلبن بس وسكر، اي حاجة هتبقى جميلة. وكده يا حبايبي ده الشكل النهائي بتاع خلية النحل بتاعتنا. يا رب اكون فدتكم باي معلومة، ولو فدتكم ما تنسناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وبألف هنا.